السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال النهارده من ام بتقول ان هو الدكتور قال لها ان ابنك عنده اعراض متلازمه داون، ولكن الطفل هي شايفاه ان الطفل ينمو بشكل طبيعي، وقالوا لها ان تحليل الكروموسومات بيتعمل بعد سن 6 شهور. السؤال احنا عايزين نجاوبه الام النهارده ونفهمها النقطه دي مهمه خالص. هو امتى تعملي تحليل الكروموسومات لو اتقالك ان طفلك متلازمه داون؟ وايه فايده تحليل الكروموسومات اساسا بالنسبه لكم؟ ببساطة خالص كده، تحليل الكروموسومات بالنسبة للطفل متلازمة داون هدفه ان هو بيشخص ان الطفل اذا كان مصاب بمتلازمة داون ولا لا. بيأكد ليه بقى؟ لان ممكن بعض الاطفال الطفل اول ما يتولد يبقى عنده اعراض جسدية في منطقة الوجه شبيهة بالاطفال الداون، شبيهة، مش بنقول طفل داون، شبيهة بالاطفال الداون، وده ممكن تخدع على فكرة الدكاترة وحاجة عادية لان هي في النهاية مش واضحة بنسبة 100%. علشان كده تحليل الكروموسومات فايدته بيقطع الشك باليقين، بيأكد لحضرتك كان ابنك طفل متلازمة داون او لا، وكمان بيحدد نوع متلازمة داون اللي عنده. ده رقم واحد. طيب امتى تعملي تحليل الكروموسومات؟ تعملي تحليل الكروموسومات في اقرب فرصه تعرفي ابنك طفل داون. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا لو ام جت هنا وابنها طفل داون عند اسبوع ببعتها تعمل تحليل الكروموسومات، عند شهر ببعتها تعمل تحليل الكروموسومات، عند شهرين، عند ثلاثه، فأقرب فرصة الطفل اتقال له طفل داون يروح مباشرة يعمل تحليل كروموسومات. طب ده هيفرق في ايه؟ اقول لحضرتك هيفرق في حاجة مهمة جدا. لما انت شايفة ان طفلك سليم وينمو بشكل طبيعي بس مش عارفة هو داون ولا لا، تمام؟ فده هيخليكي انت مش عارفة اذا كنت هو ابنك يحتاج علاج ولا ما يحتاجش علاج، لان الطفل الداون ممكن في الاول يبقى نموه طبيعي مع الوقت النمو يبدأ يتقصر. لكن انت لما تشخص ابنك وتتاكد ان هو طفل داون يبقى انت كده عرفتي والدكتور معاك لحضرتك عرف انه لازم يحط ويضع خطه كامله لعلاج الطفل تحسبا ان ما يحصلش تاخر بعد كده. يبقى اذا تعملي امتى تحليل كروموسومات لطفلك لو اتقالك ان هو طفل داون؟ اول ما تعرفي ان هو طفل داون على طول، على طول ما تستنيش. رقم 2، التحليل فايدته ايه؟ بيحدد لك ويأكد لك التشخيص وبيقول لك لازم الطفل يبقى ليه خطه علاج كامله من ادويه وعلاج طبيعي وجلسات تخاط وتنميه مهارات واختلاط بالناس وحاجات كتير جدا احنا بنعملها مع الطفل الدون عشان خاطر اموره تبقى كويسه. ربنا يا رب يبارك في اطفالكم ويحفظهم ليكم، وتقدروا تفهموا ازاي تتعاملوا معاهم بشكل سليم عشان صحه افضل لاطفالكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم.